طيب احمد ياسر ريان لاعب من الاهلي معار للجونه، لما يؤدي ده اخلاص طبيعي. هو يعني لو لعب ضد الاهلي باستهانه واستكانه يبقى غلطان جدا، وعلى اي مسؤول في النادي الاهلي انه يلومه ولا يثق فيه. لكن لما يلعب مع الجونه ضد الزمالك بروح عاليه يتقال كلام تاني من احمد عفيفي. انت دلوقتي صديق للاهلي، دي حاجه ما تزعلش حد، تستفيد من الاهلي والاهلي بيستفيد منك، دي حاجه ما تزعلش حد. انتوا يا جماعه كلكم بتشجعوا الاهلي اصلا، حاجه ما تزعلش حد خالص، ومحدش ليه حاجه عندك بالمناسبه، تمام؟ ما تقحمش شخص تاني عشان تعمل معركه على السوشيال ميديا هزليه، اعتقادا منك ان الزخم ده هيؤدي بيا الى شيء. ما هو المشكله ان في تاريخ. احمد يعني ياسر ريان مش هيعرف يكرر اللي عمله حسين الشحات، عشان الجمهور واضح وصريح اهو. عشان شغل احمد ياسر ريان بيحاول يتقرب من جمهور الاهلي عن طريق احمد ياسر ريان لن ينجح في تكرار تجربه حسين الشحات الا لو في الملعب اجبر الاهلي انه يقول اه هات الراجل ده هنستفيد منه. لكن تجربه حسين الشحات في ماتش الترجي يعني في كاس العالم للانديه كده اللي جمهور الاهلي كان في منتهى السعاده بعدها، وتم استدعاء حسين الشحات باي رقم نظرا للزخم الجماهيري اللي حصل. انا بقول لك كلام بقى واضح وصريح بالاسماء اهو، وانا بحترم كل الناس واحترم حسين الشحات بالمناسبه نفسه يعني، اتمنى له التوفيق. لكن ده اللي حصل. في محاولات بقى لاعاده انتاج التجربه. اعاده انتاج التجربه اللي هو فلان عمل كذا انتهى بيه الى كذا، طب ما نعمل الكذا عشان ننتهي بنفس النهايه.